تكون شيرين في وضع صحي أفضل خلال الساعات المقبلة. إذن وزارة الصحة أعلنت إذن استشهاد الزميلة. شوف لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ألو ننوه إذن للخبر العاجل على وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت قبل لحظات استشهاد الزميلة شيرين بإصابة مباشرة في الرأس من النيران التي إذن استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة مراسلة الجزيرة في فلسطين برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين. استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام مدينة جنين في الضفة الغربية بعد استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي برصاصة في الرأس، تم على إثرها نقلها إلى مستشفى ابن سينا حيث استشهدت الزميلة شيرين أبو عاقلة. إذن نذكر مرة أخرى بهذا الخبر الأليم والصعب علينا وعلى الجميع، استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين. الزميلة شيرين أبو عاقلة هي مراسلة الجزيرة على مدى سنوات طويلة في الأراضي المحتلة، وكانت في مهمة تغطية اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين في الضفة الغربية، وقد استهدفت برصاص الجيش الإسرائيلي وأصيبت إصابة بالغة في رأسها ونقلت إلى المستشفى واستشهدت على إثر هذا الاستهداف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. الزميلة شيرين أبو عاقلة معروفة بتغطيتها، وهي وجه من وجوه الجزيرة المعروفة دائما، وترتدي عادة السترة التي توضح أنها صحفية، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتم الخلط لأنها وجه معروف. الرحمة للزميلة شيرين أبو عاقلة. الزملاء الذين كانوا معها وشهود عيان، هو عندما وصل الطاقم الجزيرة إلى الدوار الأول عند مدخل مخيم جنين أطلقت عليهم النيران مباشرة من قبل قوات الاحتلال، علما أنها كانت ترتدي زي الستر الواقية وأيضا الخوذة. أطلقت عليهم النيران، يشتبه بأنها أطلقت من قناص حسب ما أبلغني أحد الزملاء، وأصيبت إصابة مباشرة في الرأس نقلت على أثرها. وهذا لحظة وصولهم، حتى لحظة وصولهم كان هناك اقتحام، ويبدو أن قوات الاحتلال كانت تسيطر على المنطقة وكان قناصة في المنطقة، وأطلقت النيران عليهم على الدوار الأول عند مدخل مخيم جنين، وأصيبت الزميلة شيرين في إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن نذكر لحظة، نذكر بالخبر العاجل الذي نقله مكتبنا في رام الله عن استشهاد الزميلة شيرين أبو